مرحبا بكم زين الصالحي، رئيس فرع البنك التونسي للتضامن بالقيروان. حبيت اليوم من خلال المداخلة هذه نسلط الضوء على أهم تدخلات البنك، لا سيما في القطاعات الاقتصادية اللي هي الفلاحة والصناعات التقليدية والمهن الصغرى والخدمات، حيث كان تدخل البنك يتسمى استثنائي مقارنة بالأعوام الفارطة الكل. تم تمويل 657 مشروع بتكلفة جملية 10 مليون دينار، محظى بذلك 832 موطن شغل، وكان فيها نصيب أصحاب الشهادة العليا 95 مشروع بتكلفة جملية 2 مليون و193 ألف دينار، محظى بذلك 146 موطن شغل. كيف تجر الإشارة لأنه سنة 2023 شهدت تنوع في البرامج، حيث كما جاء في قائمة المالية لسنة 2023 واللي أعطى عناية خاصة للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، تم تمويل 92 باعث من العائلات هذه، العائلات الضعيفة ومحدودة الدخل، بتكلفة جملية 460 ألف دينار. كذلك كيف في إطار تنفيذ برامج الدولة وتأمين الأمن الغذائي للبلاد، كيف برنامج الزراعات الكبرى، كانت تدخلات البنك التونسي للتضامن في ولاية القيروان بتمويل 141 فلاح بتكلفة جملية 1,149,000 ألف دينار. كذلك كيف هناك ثراء في المنتوج اللي ضمنته قانون المالية لسنة 2023 اللي هو تمويل الشركات الأهلية. في القيروان حاليا عندنا ثلاثة شركات محرزة على الموافقة المبدئية من البنك وهي في طور إن شاء الله الإنجاز. كيف بالنسبة لتدخلات البنك في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، شهدت ولاية القيروان كيف تمويل فعلي لأربعة تعاونيات اللي هما ليزاسيناسا لسوسيتي ميتيان سيرفيس أغريكول اللي هما تعاونيات الخدمات الفلاحية. كيف كل عام البرنامج يعمل كونترا بروجرام، عقد برنامج أهداف إن شاء الله بيتم ضبطه، وخاصة وأنه قانون المالية لسنة 2024 تضمن تمويل العائلات الضعيفة ومحدودة الدخل في ترفيع السقف من 5000 دينار سنة 2023 ل 10000 دينار إن شاء الله سنة 2024. الدوبل معناتها الدوبل الدوبل اكزاكتومون معناها الدوبل معناها تاع سقف التمويل، وان شاء الله كما البنك التونسي للتضامن معناها يمول في جميع الفئات الاجتماعيه كسوا معناها حاملي شهادات التعليم العالي ولا خريجي مراكز التكوين المهني ولا اصحاب الكفاءات ولا المهنيين، كيف معناها للفلاحه وللعائلات المحدود الدخل اللي هي الحالات الاجتماعيه. وإن شاء الله البنك التونسي للتضامن معناها وفي العادة هو قريب من المواطن اللي ما عندوش ضمانات مادية ولا الإمكانيات المالية، يكفي اللي هو معناها يكون عنده كفاءة وإلا عنده خبرة وعنده رغبة في بعث المشروع وتكون قابل للإنجاز، وإضافة للبرامج الخصوصية اللي تعمل الدولة عليها. وفي هذا الإطار البنك التونسي للتضامن عنده عديد الاتفاقيات معناها مع الوزارات اللي نحن ريال مو معناها ننفذ في سياسة الدولة في البرامج هذه، والحمد لله البنك التونسي للتضامن حتى على مستوى النتائج ثم نتائج مشرفة جدا. سنة 2024 أكيد مش تكون نسق أكثر ومشي في الارتفاع، خاصة على ضوء القرارات الجديدة بتاع مزال إفكتيف مو باش يكون معناها ترفيع معناها في عدد القروض المسندة، خاصة بالإجراء الجديد للفئات الضعيفة اللي قبل معناها ما كانتش نجم توصل للتمويل، اليوم إن شاء الله باش توصل للتمويل، ونتصور حتى هي العدد نتاعها باش يكون أكبر من السنة الفارطة. كيف بالنسبة للفلاحة بالبرامج الجديدة هذه، وكيف للشركات الأهلية، ثم شركات قاعدة توا تتكون وثم أفكار جديدة. البارح بركة في اجتماع في الولاية على شركة أهلية وفكرة جديدة اللي هو مشروع معناها فلاحي سياحي فيه تثمين جميع معناها الموارد والموروث الجهة الوسلاتية إفكتيفمون
التضامن دائما معناها ابواب مفتوحه للناس كلها.